طبعا مع دخول فصل الشتاء في تقارير بتقول انه حالات الاصابه بمتغير كورونا الجديد اللي اسمه JN1 بتزيد في عدد من دول العالم، وهنا بدا الخوف والقلق تجاه معدل انتشاره وكمان المخاطر المحتمله منه. خلينا نعرف تفاصيل ومعلومات واجابات وافيه عن المتغير الجديد، هنتعرف عليها مع الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه، موجود معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على الساده المشاهدين. دكتور، ايه حكايه المتغير الجديد؟ التقارير العالميه بتقول ان اصابته واعراضه كمان يعني مش زي ما احنا متعودين في الفتره الاخيره، قد تكون اكثر حده من الاعراض اللي شفناها في الفتره اللي فاتت. طب عشان ما يحصلش بس الالتباس عند الناس، احنا في الفتره دي من السنه عالميا تزداد معدل انتشار العدوات التنفسيه جميعا. طب. سواء كان برد او انفلونزا او كورونا اللي هو اوريدي ما كانش انتهى عالميا وكان موجود في تحورات اخرى غير التحور اللي موجود، فكورونا عالميا كان موجود وما كانش اختفى وكان ليه نسب ازدياد في خلال الفتره دي، كذلك الفيروس المخلاوي احنا بنواجه 4 فيروسات تنفسيه تزداد معدل انتشارها في هذا التوقيت. المتحول الجديد اللي حصل احنا من نعمه ربنا الفتره اللي فاتت التحورات اللي كانت بتحصل ما بعد اوميكرون تحورات فرعيه للمتحور الرئيسي كانت كلها ممكن بتزداد قدره على الانتشار السريع وده طبيعه فيروس كورونا، ولكن من نعمه ربنا لم يطرا عليها اي اعراض شديده جديده او مضاعفات خطيره، بمعنى هي نفس الاعراض هو نفس البروتوكول، اللي طرا عليها فقط هو سرعته وقدرته على الانتشار، وحاجه ثانيه طرات عليه هي فكره الهروب المناعي. يعني ايه هروب مناعي؟ يعني الاجسام المضاده اللي متكونه في اجسادنا بسبب الاصابات السابقه او بسبب اللقاحات لم تستطع بالفعل التمييز بينها، فبالتالي ممكن يحصل اصابه وانت واخد اللقاح. ولكن كل التقارير اللي اشارت ان حاله الهروب المناعي اشارت ايضا ان اللقاحات لا تزال مهمه في منع المضاعفات مش منع الاصابه. بمعنى ان هو ممكن تصاب ولكن لو انت واخد اللقاح حدته اقل خطورته اقل، وده فكره منظومه اللقاحات عالميا اللي هي مصر ابتدتها بالفعل من اقوى المنظومات اللقاحات اللي اتعملت بالنسبه لكورونا في مصر، دي ساهمت بنسبه كبيره جدا في القضاء على ان يحصل تحولات قويه. كورونا الان يتحول بصوره اضعف بصوره اقل، بيزداد انتشارا واحنا فعليا عارفين ان كورونا مش هينتهي زيه زي البرد والانفلونزا، احنا كنا نامل ان هو مع تحوراته يضعف وده اللي بيحصل، يصبح بعد ذلك فيروس مثل البرد والانفلونزا. الانفلونزا كل سنه بتتحور فبيكون لها لقاح موسمي بيختلف عن السنه اللي قبله، كورونا سيسلك هذا السلوك ويتحور ويكون له لقاح ونغير اللقاح كل شويه، ده اللي هيحصل مع كورونا لحد ما يصبح فيروس ضعيف ناخد له لقاح كل سنه لكبار السن واصحاب الامراض المزمنه، ده سيناريو كورونا، فالناس ما تقلقش ده طبيعي في هذا الموسم في هذا التوقيت ان يكون طيب هناك عدوى. ليه في تقارير بتقول انه اعراضه اكثر خطوره من الاعراض السابقه؟ لحد دلوقتي النسب الاصابات العالميه ازدياد كبير، لكن ما فيش زيادات مفاجاه او قويه في نسب دخول الرعايات او المستشفيات او حالات الوفيات. ولكن طبعا احنا مع كبار السن اصحاب الامراض المزمنه اصحاب المناعه الضعيفه مرضى الطبيعي يعني الطبيعي اللي احنا تعودنا عليه يا دكتور ان البرد حتى الانفلونزا بيكون لها مضاعفات خطيره حتى مع كبار السن مع الامراض المزمنه، الانفلونزا نفسها لها نسب وفيات عالميه لها نسب مضاعفات، فبالتالي كورونا مع تحوره قد يكون هناك مضاعفات لهذه الفئه الخطيره اللي بيقول للناس علينا الحيطه والحذر وليس القلق والخوف. ان احنا نستخدم كماماتنا في حال تجمعاتنا خصوصا كبار السن، ناخد جرعه تعزيزيه اخرى من لقاح كورونا لكبار السن اللي فات عليهم اكثر من 6 أشهر من الجرعه الاولى، لو عملنا كده وطبقنا الاجراءات من النظافه وغسيل الايدي والكمامات بنسبه كبيره جدا هيعدي الشتاء بسلام وهيعدي التحور ده كسابقين، احنا مش اول مره نواجه تحور جديد لكورونا، هيعدي بسلام وامان بدون اي مشاكل طبيه. طيب احنا في فتره وينتر بريك لبعض المدارس وفتره امتحانات لبعض المدارس الاخرى وللجامعات، فاحنا عندنا اماكن زحمه وفي السن الصغير في المدارس يمكن يكون لسه لم يتلقى اللقاح ضد كورونا، هل استخدام اللقاحات او تطعيمات الانفلونزا اللي احنا متعودين عليها ممكن تساعد في انها تقلل انتشار العدوى ما بين السن الصغير ده؟ انتشار العدوى التنفسيه مش كورونا، بمعنى ان احنا على الاقل نقلل الحالات. احنا الفيروس السائد الاكثر شيوعا في مصر على فكره H1N1 اللي هي الانفلونزا. احنا عندنا فيروسات كتير واصابات كتير من ضمنها الانفلونزا، فلما اطفالنا ياخدوا لقاح الانفلونزا انا شايفه شيء مهم جدا وضروري، هتقلل من العبء الفيروسي اللي بيتم انتشاره في هذا الوقت،
هيقلل من حده الاصابات وخطورتها، فبالتالي الانفلونزا لا تقل خطوره عن كورونا، فبالتالي اخذ لقاح الانفلونزا مهم جدا 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 في اطفالنا بالتوازي مع اخذ لقاح كورونا في كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، كذلك كبار السن ياخذوا لقاح الانفلونزا، احنا بنشوف على فكره حالات H1N1 خطيره، فبالتالي اخذ لقاح الانفلونزا مهم بالتوازي مع اخذ لقاح كورونا في كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. طيب دكتور امجد، انا لو جات لي الاعراض دي، واحنا قلنا قبل كده ان هي الاعراض مشابهه لاعراض البرد، اعرف منين مش انه كورونا، لا اعرف منين انه المتحور الجديد؟ يعني هل لما مثلا بنروح نعمل تحاليل وفحوصات بنعرف ان هو المتحور الجديد ولا هي كورونا وخلاص؟ طيب هل انت مطالب ان انت تعرف ليه؟ لا مش مطالب. ليه بقى؟ لان انت 80% من العدوات المنتشره وده فعليا في عيادتنا عدوات بسيطه، تصيب الجهاز التنفسي العلوي، احتقان بسيط، ارتفاع حراره بسيط، سخونه، كحه متوسطه. 80% من الادوار دي يتعافى الشخص من خلال مناعته بمجرد الراحه التامه، السوائل، خفض الحراره، الباراسيتامول. الباقي وهم نسبه ليست بكبيره بيحتاج كبير سن، شخص مريض سكر، عنده ارتفاع حراره، عنده عدوى تنفسيه، ده اللي محتاج يكشف لانه مضاعفاته بتكون خطيره حتى مع دور البرد. ده اللي هنقوله، لا احنا عايزين نميزك، انت مخلوي ولا انفلونزا ولا برد، محتاجين من تبعك، محتاجين لك بروتوكول حتى يكون في تصنيف او احصائيه للمصابين او بانتشار المتحور الجديد او لا خاصة. تمام يا دكتور امجد، بقول لحضرتك عشان يكون في احصائيه مثلا او في تقرير مفصل بانتشار هذا المتحور الجديد او ان احنا ما زلنا على المتحور القديم. الوزاره بالفعل بتم عمل مسحات عشوائيه بتشوف ان الفيروس السائد ايه، ومن فتره اعلنت ان الفيروس اللي كان السائد خلال الشهر اللي فات هو اتش الانفلونزا الموسميه، وبيتم رصد الحالات وبيعطانا بتقارير عن الفيروس السائد، لكن احنا كمرضى وكمرضى الادوارنا بسيطه مش ما نقلقش، بلاش كوبيا ان احنا نعمل مسحه واشعه مقطعيه. الوضع مختلف عن ذي قبل العدوى الرئويه، الاصابه الرئويه اللي كانت موجوده من التهاب الرئوي اللي كان بيحصل زمان من اصابات واكسجين واحتاج رعايه، الحمد لله قل بنسبه كبيره. معظم الاصابات تصيب الجهاز التنفسي العلوي، البرد، الزكام، الرشح، الاحتقان، الاصابه الرئويه اقل، فبالتالي مش محتاجين نعمل مسحات او اشعات الا في حالات محدده خاصه اللي هي فئات معينه اللي ممكن يكون واقع الاصابه عندها خطير، اللي هي كبار السن واصحاب الامراض المزمنه. ولما بنعمل بقى المسحات والاشعات دي يا دكتور، بتحدد فقط الاصابه ولا بتحدد الاصابه باي نوع من انواع، سواء كان انفلونزا، سواء كان اي نوع من انواع المتحورات اللي بتبقى موجوده؟ مسحه الحلق لو احنا عملناها في المعامل الوزاره بتتم رصد هل هو مخلوي، هل هو انفلونزا موسميه، هل هو كورونا بالتحور الجديد، ام كورونا المعتاد بالسلاله الجينيه اللي كانت موجوده. حتى الان وزاره الصحه قالت ان هو لم يدخل او لم يرصد حتى الان السلاله الجديده من جي 1.1 حتى الان مش موجوده في مصر حتى الان. المعتاد وجوده الانفلونزا والمخلوي وسلالات كورونا القديمه، اما السلاله الجديده الجي 1 حتى الان لم ترصد في مصر بناء على تقارير وزاره الصحه. عظيم. طيب دكتور امجد، نصيحتك للناس ايه؟ طيب هنقول للناس اولا ما نقلقش، ولكن علينا الحيطه والحذر. ابن سخن او عيان عنده عدوى تنفسيه اريحه، لان احنا بنمنع العدوى المجتمعيه. انا في مكان في تجمع وانا كبير سن ومضطر انزل البس كمامتي تاني، العوده الى اجراءاتي الاحترازيه اللي انا المفروض اتعلمتها من كورونا، ان انا اغسل ايدي بالماء والصابون، اتباعد، البس كمامه. اقول للناس خدوا لقاح كورونا كبار السن، اصحاب الامراض المزمنه ناخد جرعه تعزيزيه. هقول للناس كلها بقى بجميع فئاتها واعمارها فوق 6 أشهر ناخد لقاح الانفلونزا، لان هو بيقلل من العبء الفيروسي الموجود في انتشار العدوات التنفسيه. هقول للناس نتغذى كويس، غذاء بروتيني قليل الدسم، نشرب سوائل وعصائر كتير وفاكهه وخضروات تحتوي على فيتامين سي وعناصر معدنيه مثل الزنك في البقوليات والمكسرات. هقول للناس نلبس قطن ونبعد عن الملابس الصيفيه الوبريه. هنقول للناس نتطعم لان التطعيمات مهمه وضروريه. نمارس الرياضة، الرياضة مهمة لجهاز مناعي متوازن وتنشط الدورة الدموية. أقول للناس كلها نبطل التدخين، التدخين سلبي ويؤثر على الرئة ويؤثر على مناعتنا. هنقول للناس بلاش توتر، بلاش قلق، فوبيا المرض تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. خوفك وقلقك من كورونا ممكن لو جالك إصابة بسيطة من خوفك وقلقك مناعتك بتبقى ضعيفة، ممكن تزيد والأعراض تزيد فعلا. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. شكرا جزيلا فندم.